اكيد مكملين مشاهدينا باخر فقرتنا الصباحيه. اكيد ميسان وعم تتابع اعمال دراميه، عم نحكي تحت الهواء كنا نعم انا وانتي. عم نتابع يعني الكثير من الاعمال الدراميه السوريه المميزه، يمكن اسا ما كثير وضحت معالم بعض الاعمال صحيح وتفاصيلها لانه استاذتنا بداياتها، وفي اعمال لا وضحت يمكن وقدرت انه هي تجذب العالم. مزبوط ميسان، لهيك اكيد بدنا نحكي كمان عن الشعارات المميزه، شعارات الاعمال الدراميه اللي كمان هي باصواتها سوريه كثير. يعني شارات الاعمال الدراميه هي عم تكون يمكن لها بصمه خاصه عم تستمر الى ما بعد الاعمال الدراميه، عم تكون بجهد وتعب ملحنين وكتاب وشعراء والعديد من الاشخاص يلي عم يشتغلوا لحتى تظهر هي الاعمال بالصوره الاجمل والصوره الامثل وتضل محفوره بذاكرتنا ومتعلقه ايضا بالعمل الدرامي المقدم. هذا الموضوع رح يكون محور حديثنا اليوم مع الناقد الاعلامي ملهم صالح المختص بالشان الفني. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلا زينب. يعني عم نحكي عن الاعمال الدراميه، يعني الشيء المميز او العنوان العريض هي شارات الاعمال الدراميه اللي هي فعلا مميزه كانت باصوات سوريه او عربيه، وهي اكثر شيء بتنحفظ. يعني اول شيء اللي بتعمل ترند او بتضرب مثل ما بيقولوا هي شارات المسلسلات، وهي اللي ممكن تخلينا نتابع المسلسل او لا. فخلينا نحكي عن هالسنه الشارات. إذا كنا بدنا نروح بس لمحة سريعة، يعني لمحة عن تاريخ الشارة بالدراما السورية. طبعا الدراما السورية بلشت مع افتتاح التلفزيون العربي السوري بمنتصف 1960. كانت بهذاك الوقت التقنيات كثير ضعيفة، كثير بدائية، وبالتالي كانت أغلب الأعمال ما لها شارات حتى. يعني مو بس شارات بدائية، ما لها شارات. بتقريبا مع بداية السبعينات بدأ اهتمام المخرج الدرامي السوري بانه يكون في للعمل شاره ولو كانت بدائيه، بنذكر منهم ترحم عليهم مثلا استاذ غسان جبري، استاذ علاء كوكاش، ويعني شريحه من المخرجين الرواد. وحتى اظن يعني من اول الشارات المغنات كانت لمسلسل اسمه حاره القصر ب 1970 حسب ذاكرتي. بس كانت هون الشارة لسه يعني ما كان لها قالب، ما كانت واضحة، كانت ممكن تكون موسيقية أكثر من غنائية. إلى أنه مع الثمانينات طبعا إجا دخل الألوان، دخلت على التلفزيون لأنه كان كله أسود وأبيض، فهذا الموضوع ساهم بنوعا ما الاهتمام كمان بالشارة. ويعتبر اظن يعني من اوائل المسلسلات اللي كانت تترافق صوره الممثل مع اسمه. تخيلي بال 86 هي مرايا 86 للكبير ياسر العظمي. هلا بالتسعين وبالثمانينات بدات الشاره تاخذ قالب، يعني ما بيصير عمل ما يكون فيه له شاره، وكان محدود مده الشاره بوقتها دقيقتين مو اكثر. هلا بالتسعينات مع دخول الفضائيات شعر المصنع الدرامي السوري بتحدي، وانه كيف بقى بده لازم صار هون جزء من صناعه الدراما هو صناعه الشاره. نحن ما عم نقول هون صناعه الشاره بالتالي انه هي بالضروره تكون مغنات، ولكن صار في فريق عمل متخصص يهتم بالشاره. بالمناسبه كمان فينا نقول العقدين يعني الستينات السبعينات والثمانينات اهتم بالموسيقى التصويريه غالبا. يعني المرحوم مثلا عبد الفتاح سكر، سهيل عرفي، ابراهيم جودات، هدول ملحنين كانوا مانن متخصصين فقط في الموسيقى التصويريه، وانما الموسيقى التصويريه الى جانب الحانهم الغنائيه او المؤلفات الموسيقيه. بالتسعينات بنلاحظ لا، اختلف الموضوع، صار في اشخاص متخصصين بهذا الموضوع بلشوا يظهروا يطلعوا على الساحه. بنذكر منهم مثلا الاوائل اللي طلعوا على الساحه السوريه، فينا نقول سعد الحسيني، فينا نقول محافظ الالقاب للجميع، فينا نقول فهيده مرجيان، فينا نقول نوري اسكندر، فينا نقول يعني عدد، سمير كويفاتي. تقريبا يعني النصف الاول من التسعينات بداوا بالظهور كمتخصصين في الموسيقى التصويريه وبداوا يطوروا هي التجربه. الحقيقه النقطه المفصليه بالشاره بشارة الدراما السورية، من النقاط المفصلية هي الحقيقة شارة نهاية رجل شجاع. ولكن هون الشارة ما كانت يعني خالصة صناعة سورية 100%.
كان يعني في بعض الجهود العربية اللي ساهمت فيها. هلأ رد برجع بقول مع كثافة إنتاج الدراما صار المنتج السوري وصانع الدراما السورية يشعر بقلق أنه منتجه ممكن ما يتسوق، ممكن ما يلاقي صدى كبير، فلذلك لجأ إلى الشارع المغنى. هلأ رح من هاي اللمحة نفوت على دراما هاي السنة. دراما هاي السنة السلة فيها المرة الماضية نحن حكينا أنه في 12 أعمال، 5 أعمال بأشامية و7 أعمال معاصرة. 10 من ال 12 هي شارات مغنات، فهي نسبة واضحة إذا إنه الصانع الدراما الشارة المغنات. نعم. تمام. وبالتالي في 2 من الأعمال ما كانت فقط هي موسيقية. هلا الخمس أعمال البيئة الشامية كلها شارات مغنات. فإذا نحن المرة الماضية حكينا إنه سيمة الدراما ب 2021 تركيز صناع الدراما على أعمال البيئة الشامية. نعم. وبالتالي من هون كان عندهم استعداد لتكاليف لأنهم يتكلفوا يعني يقدموا شارات مميزة بما يتعلق بالبيئة الشامية، أو خليني أقول يعني نوعا ما إنتاجيا هي يعني فينا نقول إنتاجها متوسط. بالأعمال المعاصرة أو الاجتماعية أو اللي تصنف يعني غير البيئة الشامية، حتى كمان كان في عمل واحد بدوي وحيد من السبع أعمال هدول، في 5 شارات مغنات. يعني انا لما عم اقول من 12 عمل في 10 شارات مغنات، فمعناتها هذا رقم بشير اكيد لاهميه الشارة المغنات. نعم. هلا الاصوات اللي غنت هي الشارات، في كان 3 اصوات من الشقيق لبنان. وكان في 7 اصوات سوريه محليه. هذا اللي انا عم حاول اتذكره. ولكن اللافت بالمناسبه اللافت انه من العشر شارات المغنات في عندنا 5 شارات مغنات للأستاذ رضوان نصري. يعني اللي بتشكل نص نسبة الشارات المغنى. بعد ما تابعنا بعض الأعمال، طبعا في أعمال كثيرة ما قدرنا أنه نسمع الكل بشكل عام وملهم، يعني في أسماء يعني خلدت فينا نقول أعمال درامية وقدرت أنه تصنع وتترك بصمتها على هي الأعمال، ويمكن تجذب الأشخاص لحتى يعرفوا من وراء هي الشارة. شو هو المسلسل؟ الحقيقة بتجربة الدراما السورية في كثير من الأصوات اللي يعني حققت حضور، وأنا اليوم بلاقيها مناسبة كثير عبر الإخبارية السورية، عبر كمان صباحنا غير، أنه خلينا نترحم على لروحها للست ميادة بسيليس اللي الحقيقة كمان كانت بصمتها واضحة على شارة الدراما، الشارة الدرامية السورية، وخاصة نذكر السنة الماضية كان من آخر الشارات اللي غنتها حارس القدس. صحيح. واللي قبلها كمان كان في روزانا وأعمال طويلة. طبعا بالتأكيد هذا الحضور ميسان، أنت اليوم لما عم تفوتي على كل البيوت العربية 30 يوم كل يوم كل يوم بشكل يومي، هذا الموضوع وتحديدا بالدراما السورية كان مشوق لكثير من الفنانين العرب ليدخلوا على الدراما السورية على الشارع وهن ممنونين. يعني أنا بذكر منهم مثلا كاظم الساهر، راغب علامة، بنذكر الكبير يعني الله هيك يمد بصحته وعمره جورج وسوف مثلا، بنذكر كمان من الشباب مثلا ناصيف، بنذكر كثير الحقيقة شريف كمان ايضا شريف. أنا يعني يعذروني اذا كنا عم نستحضر الحقيقة، لانه وهي الشارة اللي هي بتعلق في نوع من انواع الشارات اللي عم يجيدوا انهم ينجوا، اللي هو راسا بيلقطك. وهي السنة من هذا النوع لاحظت مثلا شارة الكندوش. الحقيقة الشارتين الاولى اللي هي بصوت معين شريف البداية يعني، وشارة الختام اللي هي بالصوت الرائع طبعا لعامر عامر خياط كمان. هي ما فينا ننسى شارات اعمال مهمه كثير، ضيعه ضايعه كثير الحقيقه، ما بدي انسى. وحتى المطربين نفسهم او المغنيين لما بيكون عندهم حفلات تخيلي مثلا بيطلبوها الجمهور، بيطلبوا هي الشارة يعني، فهي لانها بتسكن بالوجدان وبترتبط بالعمل من هون مثل ما قلت لك، وبتذكر بمناسبات رمضان وهيك اجواء رمضان، فبتحسها مرتبطه بالذاكره دائما. تماما يعني، وبتعطي ايضا بعد يعني، هي بتخليك بتهيئك نفسيا للعمل. يا ترى هذا العمل في هو رومانسي ولا هو حزين ولا من خلال الكلمات والالحان اللي بتكون موجوده. نعم. بالشارة بتقدر يمكن توصل لفكره احيانا في فكره بتعطيك اياها. تمام. يعني هلا مثلا هذا الموسم في
ملحم زين، في عبير نعمة، في معين شريف مثل ما قلنا، مع تحية للجميع. وفي من الميزة كمان بيجمع الحقيقة كمان، أعتقد هي للمرة الأولى، مسلسل خريف العشاء بيجمع الجيل الثاني من الأخوين رحباني، اللي هن غدي رحباني عمل الكلمات، وأسامة الرحباني اللي عامل الموسيقى التصويرية. فإذا لما بتلاقي أنت عندك هي الأسماء اللي هامة جدا، وهي قامات على مستوى الوطن العربي كلها عم تشارك، فبالتالي بيأكد لك على أهمية الشارة وسرعة وصولها. نعم، نحن أكيد يعني بنتمنى هيك من هون لآخر الموسم الرمضاني كمان نستضيفك حتى نحكي أكثر عن الأعمال الدرامية بشكل مفصل. أما الشارات أكيد بدنا نقول يعني بصمة مميزة، إن كانت غناء ولا كانت موسيقى، بدنا نقول إن شاء الله هيك يمر رمضان على خير وتوضح الصورة قدامنا أمام الأعمال الدرامية، وبالتوفيق للجميع. بالنهاية عمل سوري 100% خالص، نحن بنشجع الأعمال الدرامية السورية أكيد. أنا بدي أتشكر كل صناع الدراما السورية اللي رغم كل هاي الظروف حاولوا أنهم يكونوا موجودين، ما يشكلوا هاي الفجوة بالنسبة للمتلقي العربي. والحقيقة كان فينا نفوت أكثر بالتفاصيل، لكن هاي الوقفة اللي هي سريعة لحتى بس نتطرق هيك على بعض النقاط السريعة على الشارات، ولكن إن شاء الله بعد رمضان ممكن نفوت بالتفصيل سواء أكثر بصريا أو موسيقيا. شكرا كثير لك أستاذ ملهم صالح. وأيضا بدنا نذكر بأنه فعلا إضافة للشارات في بصمة مميزة للموسيقى التصويرية للدراما، عم تكون هي محفزة لحضور الدراما بلحظة من اللحظات، وعم تلعب دور كتير كبير ما فينا ننساه. أيضا تحية لكل الملحنين السوريين والمؤلفين الموسيقيين السوريين. شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا يسعد صباح.